نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. اليوم انطلاق انتخابات التشريعية 22 و2058، مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا من بينهم 122 امرأة. تباحث فرص وافق دعم مجهودات وزارة الصحة في لقاء وزير الصحة علي مرابط بالقائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. إثر مشاركته في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن. والخارجية الفرنسية تعلن عن قرار جديد يخص التأشيرة. إلى تفاصيل النشرة، حيث تنطلق اليوم السبت 17 من ديسمبر الجاري في تونس الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، ويتنافس في الانتخابات 1058 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس نواب في 161 دائرة انتخابية من بينهم 122 امرأة، إضافة إلى تسجيل حوالي 9 ملايين ناخب تونسي للمشاركة في عملية الاقتراع. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية بالخارج قد انطلقت أول أمس. استقبل وزير الصحة علي مرابط مساء يوم الجمعة 16 من ديسمبر الجارية القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس والوفد المرافق لها بحضور إطارات من الوزارة، وتمحورت الجلسة حول برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم القطاع الصحي في تونس وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية في القطاع الصحي، مع التباحث حول فرص وآفاق دعم مجهودات وزارة الصحة. حل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الجمعة 16 من ديسمبر الجاري بأرض الوطن إثر مشاركته في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا التي انعقدت من يوم 13 إلى 15 من ديسمبر الجاري بواشنطن. وحيى رئيس الجمهورية العلماء على أنغام النشيد الوطني، كما استعرض تشكيلا من الجيوش الثلاثة التي أدت له التحية. وكان في استقبال رئيس الجمهورية خلال عودته نجلة بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية وكمال لفقي والي تونس وسعاد عبد الرحيم رئيس بلدية تونس وأعضاء الديوان الرئاسي. تحت إشراف وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نيلة نويرة القنجي ومستشارة رئيسة الحكومة سامية الشرفي انعقدت مساء الجمعة 16 من ديسمبر الجاري جلسة عمل بمقر وزارة الصحة بحضور رؤساء دوين وإطارات عن الوزارتين. وقد خصصت هذه الجلسة للنظر في ملف سحب تراخيص المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة البطارية المستعملة، وفي إطار متابعة الوضعية البيئية مؤسسات تصرف البطاريات المستعملة. توجه رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمد العيفي بنداء لرئيس الجمهورية من أجل عقد جلسة على أعلى مستوى تجمع المتدخلين في منظومة إنتاج الحليب من أجل المحافظة عليها وإنقاذها من الانهيار. وقال العيفي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا اللامبا بأن كميات الحليب المجمعة يوميا تصل إلى 1.4 مليون لترا يوميا، في حين أن معدل الاستهلاك اليومي يناهز 1.8 مليون لتر يوميا. استقبل وزير النقل ربيع المجيدي يوم الجمعة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي ووفدا مرافقا له، وذلك في إطار ترسيم الاتفاقية المنبثقة عن الاجتماع المنعقدين يومي 16 و 30 من نوفمبر المقضية ذات الصلة بقطاع النقل واللوجستيك. وعبر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اليوم انطلاق الانتخابات التشريعية 22 و2058، مترشحا يتنافسون على 161 مقعدا من بينهم 122 امرأة. تباحث فرص وافاق دعم مجهودات وزارة الصحة في لقاء وزير الصحة علي مرابط بالقائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. وإثر مشاركته في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن. وغرفة مراكز تجميع الحليب تدعو رئيس الجمهورية لعقد جلسة أعلى مستوى. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.